من الصعب علي مغادرة بيتك، بل بيتي، وسأشتاق إليكم. حسنا، نخبكما. ستصبح بعد الزفاف واحدا من العائلة يا أليخاندرو. الحياة تعاود جمع شملنا كإخوة. يا صديقي، بل يا أخي. الرجل ذو العين الواحدة، لقد قتل إخواني ويجب أن يموت اليوم. قفي مكانك بسرعة. ماذا يحدث بحق السماء؟ لا أعرف، سأذهب لأرى المدينة. دولوريس، لا تتحرك، أتفهمان؟ ماذا حدث؟ من أطلق الرصاص؟ سيد الحاكم، كانت الهندية، رآها رجال مختبئة، وحين حاولوا الإمساك بها أطلقت الرصاص. وأين هي؟ أمسكوا بها؟ لا يا سيدي، هربت، قفزت فوق الجدار وفرت. هيا، أريدها حية. أمرك يا سيدي. هذه الهندية تحاول قتلي من جديد، لكن لن تهرب مني، سأطاردها بنفسي. أنا سآتي معك يا فرناندو، فأنا أعرف هذه المنطقة جيدا. أليخاندرو، فرناندو، أرجوكما توخي الحذر. اطمئني يا المدينة، اطمئني. المدينة، ادخلي إلى المنزل. خوان، أمرك سيدي. جهز حصاني كيخوتا من فضلك على الفور. أمرك سيدي. سيكون لدى الحاكم مبرر لفسخ خطبة ابنته مني، ولقتل أحد الشاهدين على الجريمة التي اقترفها بنفسه. ثم يأتي دورك يا بيزارو. فهمت المشكلة التي ورطتنا فيها؟ لا تكن واثقا هكذا يا سيدي، فقد أخبرتني أن الحاكم لا يحب ابنته أبدا، بل ويدعوها بالمجنونة. هذه المجنونة سوف تعلن للجميع أن الرجل الغجري بريء، وسيربط الناس بينها وبين بيت الحاكم، ويصل الخبر إلى نائب الملك بأن أحد العاملين في منزل الحاكم هو قاتل مفتشه، وفي تلك اللحظة سيتورط الحاكم في مأزق. هل فهمت الآن؟ اللعين لم يخبرني أنه يعمل لديها. كيف له أن يتكلم وقد أوسعه رجالك ضربا؟ أردنا أن ندفع الغجري ليعترف بجريمة قتل المفتش. أعرف هذا، لكن ما لا أعرفه هو كيف بعد أن ورطتني في المشكلة ستخرجني منها.